فيما يتعلق بتلبس الجن بالإنس، هو أمر دل عليه أدلة متعددة، نعم دل عليه الكتاب ودلت عليه بعض دلائل السنة، نعم وجاء ما هو صريح في تسلط الإنسان الشيطان على الإنسان في قول النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله إن عليه الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا جميل يدل على أن هذا الجنس وهو جنس الجن الذين كبيرهم وأبوهم الشيطان نعم لهم تسلط على بني آدم، وهذا التسلط متنوع وله صور عديدة، ومنه التلبس، وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتلبسه يتخبطه الذي الشيطان يتخبطه الشيطان من المس من الجن يتخبطه الشيطان من من المس المس، نعم فأثبت مسا وتخبطا وشيطانا يتخبط، والأدلة على هذا متوافرة، وقد حكى بعضهم الإجماع على حصول هذا وإمكانه، نعم كما أن العادة الجارية الثابتة بالمشاهدات تشهد لهذا، لكن الإشكالية ليس في هذا فيما يظهر لي والله أعلم، لأن نعم هذا يعني أمر تتضافر على يد الله، لكن أن يكون كل من تكلم بنوع من الكلام خارج عن المألوف نعم يوصف بأنه ممسوس، وأحيانا كما ذكرت تكون حالات نفسية معروفة عند الأطباء نعم والمختصين من حالات الانفصام وما والإصابات العقلية والذهنية نعم التي يحصل بها من هذا النوع من الحديث بأمور غريبة، هذا في الحقيقة صحيح أنه ليس كل الحالات تندرج في المس، ثمة حالات لا علاقة لها بالمس، فينبغي التمييز بين هذا وهذا، فلا يقال كل نعم حالة هي من المس، ولا يقال لا إن نعم المس لا حقيقة له. جميل.